السلام عليكم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قبل الفطور. اليوم معنا الجيل الثامن من الفولكس فاجن الجولف الجي تي اي. هذه السيارة يمكن طلعت، أو الجولف طلعت المرة الأولى في سنة 1975، الناس شافتها. قصة الكاروهات مالت الكشن قصة طويلة، لازم أذكر لكم إياها بيوم ثاني. ولكن هذه السيارة من 1976 من بلش إنتاجها لغاية اليوم باعت قرابة 2.5 مليون سيارة من موديل واحد فقط اللي هو هذه السيارة. خلونا الحين ندش في تفاصيلها ونقول لكم شنو اللي اختلف بينها وبين الجيل السابع، ولو ان الجيل السابع في ناس يسمونه MK7، هذا MK8، في ناس تسميه MK7.5 لانه كان في تحديث نوعا ما ممتاز. فراح نتكلم عن الماكينة والشاصي وشنو اللي تغير وشنو اللي ما تغير وشنو اللي عجبني وشنو اللي ما عجبني. اول شيء لازم اعترف لكم ان انا حاب الجيل الثامن، حاب التغييرات اللي صارت، حاب الكيرف اللي صار موجود على الليتات، الاضاءة او هني في بالفول اوبشن يصير فيه هني 5 إضاءات صغيره موجودين في خليه النحل هذه، وراح نتكلم عنها. بالنسبه للناس اللي تحب التفاصيل وتدري اني احب التفاصيل راح نتبحر في الاشياء هذه. الفتحه هني صارت كبيره علشان موضوع التبريد، وايضا في عندنا الاي دي رانينج داي لايت اللي هو الاضاءه اللي تشوفونها هني متصله مع اضاءه موجوده هني تمشي على امتداد الشبك، وبالاضافه الى هذا الخط الاحمر اللي هو يعني خلينا نقول يعبر عن هويه الجي تي اي. ممكن ان هذا تاخذه بلون ثاني، او اذا ما تبي تقدر تصبغه، ولكن اذا اخذت البلاك باكج هذا راح يكون باللون الاسود، ولكن على سياره سوداء صراحه معطي كونتراست جميل جدا هذه السياره من الامام. من الجنب راح نلاحظ ان القياس مال الرنجات هذول 19 انش، شكلهم جميل جدا، هذا الشكل مال المروحه او الفان شيب، وبنفس الوقت اصغر رنج ممكن تاخذه راح يكون 18، فيتوفر 18 و19. في عندنا هني اللوجو الشهير مال الجي تي اي موجود، بالإضافة إلى هذه الأشياء البسيطة مثل الجامة هذه، مثل المساحة اللي ممتدة لهني، هذه تعطيك فيزيبيليتي أو مجال رؤية ممتاز جدا. صراحة السايد سكيرت اللي موجود هارد بلاستيك، يمكن لأن هذا علشان يكون متلقي الضربات، ولكن أعتقد لو كان لمع علشان يماثل لون السيارة راح يكون احلى. الكاليبرز باللون الاحمر شكلهم جميل جدا، خصوصا مع التطعيمات اللي موجوده هني واللي شفناها في الامام. من الخلف راح يكون عندنا هذا الجانح الصغير، وغير الجانح الصغير في عندنا اللوجو مال فولكس تغير، وهذا تحته في الكاميرا مالت الرجوع الى الخلف. في عندنا كتبه جي تي اي موجوده هني ايضا باللون الاحمر نفس ما شفنا بالتطعيمات، وايضا في عندنا اكزوز في كل جهه، فعندنا ديول اكزوست موجودين هني. لما تقعد في الزاويه هذه صراحه كنت اتمنى يكون في عندنا شيء نفس الديفيوزر او يماثل الديفيوزر علشان يعطي السياره على الاقل شكل. الاضاءه الخلفيه جميله جدا، والاضاءه طبعا الاي دي فل الاي دي، ما ادري ليش التليفون فجاه هون ما يبي يسوي لكم زوم. ونفس الشيء الاضاءه الاماميه اضاءه ماتريكس الاي دي متكيفه، حتى في المنعطفات السيارة ممكن أو الإضاءة ممكن تتحرك على حسب الاتجاه اللي أنت رايح فيه، وشيء غاية في الذكاء. مفتاح سيارة جميل جدا وأنيق، هذه الأزرار تعمل يعني خلينا نقول ما بيقول لكم تاتش، ولكن تضغط، شكله جميل جدا وأنيق. هذه العروة اللي تشوفونها هني ممكن إذا أنت ما تبي تركب فيها الحلقة تضغطها، تشيل الحلقة تضغطها لداخل تتسكر، أي وقت تبي تفتحها تضغط هذه تك ترجع تطلع مرة ثانية. السويتش بجيبك، فيها كيلس انتري، فانت ممكن مجرد ما انك تحط ايدك راح تفتح السيارة، تسكر الباب، تمسح هذا اللي هني مو بصمة عن طريق اللمس، وترجع سيارة تقفل مرة ثانية. خلونا نشوف سيارة من داخل ونتعرف عليها بشكل اكبر. شوف الاضاءة شلون داشة السيارة، راح تفيدني ان شلون انا اوريكم الكروهات او قصة الكشن هذا اللي سوته وحدة مصممة. والبداية الناس كانوا يعني ماخذين الموضوع ضحك قبل ما تطلع سيارة، ولكن بعدين صار هذا الشيء جزء من شخصية الجي تي اي بشكل كبير. انا صراحة يعني هذا القماش والمواد والالوان المستخدمة والتطريزات والكروهات والاشياء هذه اعتبرها جزء من ارث هذه السيارة، ولازم يكون موجود بالشكل هذا. الجي تي اي غالبا ما يتوفر بالجلد، الجولف ار تتوفر بالجلد، ممكن تطلبها، ولكن ذكرنا السيارة معانا مو في الاوبشن، كان بالامام ممكن يكون في اضاءة الاي دي كشافات ضباب، ولكن بالسيارة اللي معانا مو موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. المغود
جميل صغير، في تحكم جميع الجهات، في بادل شيفترز موجودين ورا السكان. ليش هني مكتوب اوف؟ لان انت لو كنت ماشي مثلا على غيار وما تبي تحوله دي، مجرد انك تظل ماسك هذه مده يرجع درايف. تشغيل السياره عن طريق الزر، ولكن الزر مو مدور. دوس بريك تشتغل السياره. شوف العداد هني، عندي شاشه قياس تقريبا 10 انش. هذه الشاشه ايضا مو الفول اوبشن، الفول اوبشن هذه تكون 12.3، راح يكون فيها طبعا هذه فيها معظم المميزات اللي موجوده هناك، ولكن في بعض الاشياء مثل التحكم بالتكييف يكون في تاتش تحت الشاشه، والتحكم بالفوليوم ايضا يكون في تاتش تحت الشاشه، هني مو موجود، لازم تتحكم عن طريق الشاشه نفسها، وهذه مو مشكله وايد كبيره، ولكن اعتقد ان الشاشه الثانيه احلى بمراحل. الحين بوريكم بعض الاشياء الغريبه بالنسبه للناس اللي تحب التفاصيل. قاعد تشوفون الداشبورد هني شلون في خط، لاحظ الشاشه شلون فيها خط بالنص اسود علشان يحسسك ان انت داخل المقصوره، ان هذا طرف المقصوره يروح كذي وينتهي باللاين هذا. شغله ثانيه يمكن غريبه، انا ما افضل وايد الاشياء هذه، الازرار هذه كلها عن طريق التاتش. هذه صراحه التحكم فيها ممتاز ولكن مو سهل، يعني انت مثلا الحين تبي تتحكم بالعدادات او الاعدادات اللي موجوده هني بالدائره هذه، فتضغط على هذه وتقعد تتحكم. اذا انت تبي تضغط اوكي وما ضغط اوكي 100% صح بمكانها، راح يوديك فوق وتحت. نفس الشيء الازرار اللي موجوده هني، نفس الشيء ازرار الاضاءه اللي موجوده هني، نفس هني شيء الازرار اللي موجوده هني، انظمه التحكم او مساعده السائق، التكييف، الدرايفنج مودز، والمنيو اللي يساعدك على الاصطفاف، لان فيها نظام الاصطفاف الامامي اعتقد كان موجود حتى من الام كي 6، شغله ذكيه. هذه كل الازرار تاتش. شنو الازرار اللي مو تاتش؟ الجير واعدادات الجير راح نتكلم عنهم الحين، وهذه وهذول اللي مو تاتش. على سبيل المثال الزر اللي يطفي السياره وشغلها قلنا مو دائري، ما في مشكله. هذا البارك، هذا الجير يعني سهل استخدامه، لان انت ممكن تدوس بريك تتحكم باصبع واحد كل الاعدادات اللي انت تبيها وخلاص. نسبه وتناسب يمكن يناسب حجم السياره الصغير. سايد بريك، الاوتو هولد، مساحه تخزين صغيره. هني عندنا هذه كتبه الجولف، في تحتها في اضاءه هني، هذه الاضاءه لما تشب بالليل مع الامبيانت لايت يصير شكلها حلو. بعدين في عندنا فتحتين يو اس بي تايب سي. راح تقول لي شنو هالكب هولدر الغريب؟ هني في عندك هذه العروه اللي تمسك ال يعني خلينا نقول بطل ماي او المشروب اللي انت حاطه هني، ولكن هذه تايهه، تضغط الزر هذا ويعطيها يصير مثل حاضنه، فانت تحط شيء اللي عندك ويظل ماسكه هني، ما تبي ترجع تضغطه لداخل ويتسكر ويصير مساحه تخزين كبيره. مساحه التخزين اللي موجوده هني في مسند الذراع تعتبر يعني نوعا ما صغيره. بعدين عندنا مساحه التخزين اللي موجوده هني ممتازه. بعدين عندنا هذه مساحه التخزين تعتبر كبيره جدا وممتازه. نفس الشيء في عندنا واحده مثلها عند باب السائق. بالنسبه للناس اللي تحب التفاصيل، لاحظ داخل العدادات شلون خلايا النحل نفس اللي كانت موجوده في الشبك الامامي، بعدين لاحظها داخل الار بي ام ايضا موجوده خلايا النحل. بعدين لاحظ شلون موجود هني بالداشبورد ايضا خلايا النحل، ونفس الشيء موجوده عندك في الابواب ايضا موجوده خلايا النحل. هذه انا التفاصيل اللي احبها، واعتقد انها تعطي السياره نوعا ما طابع ان في ديزاينر قعد وفكر، ما قال يلا حطوا لهم اي شيء وان شاء الله يتقبلون الناس. في عندنا هني وايرلس شارجر مغطى، تحط تليفونك تسكر عليه، واذا عندك اغراض اضافيه تحطها هني. شاشه العدادات، وما ادراك ما شاشه العدادات. في عندك هني زر اسمه فيو، تضغط على الفيو يغير لك الشكل، فانت تقدر تختار الشكل اللي يناسبك وتختار كميه المعلومات او نوع المعلومات اللي راح يطلع لك داخل الدوائر هذول، بعدين نوع المعلومات اللي راح يطلع لك في المنتصف ما بين العدادات، تضغط فيو مره ثانيه يرجع يغير لك الشكل مره ثانيه، فانت تختار بالضبط شنو الشيء اللي انت تبيه، وتقدر ان حتى الالوان اللي داخل تتحكم فيها. بالفول اوبشن ممكن عن طريق الدرايفنج مودز، لما تتغير الدرايفنج مود عندك فور درايفنج مودز، الايكو اللي هو الاقتصادي، كومفورت المريح، سبورت الرياضي، انديفيدوال اللي انت ممكن تتحكم فيه بكل شيء بالسياره، فانت مثلا ممكن تضغط على الانديفيدوال تروح هني تختار كل اللي تبيه. لاحظ كميه الاوبشنز اللي انت تقدر تغيرها، ولكن
الاير كونديشن محطوط كومفورت، اذا حطيته ايكو راح يصير دفع الهواء يعني اقتصادي، فيعني الله يعينك بالصيف خله دائما كومفورت. بعض الملاحظات على الشاشة، وايد ناس قالوا انه ما في هني بسيارة رياضية زر التراكشن كنترول. صحيح الكلام، ولكن نفس الهاتف الذكي راح تلاحظون هذا الخط الصغير لهني، اسحب الشاشة راح يطلع لك زر التراكشن كنترول هني، ونفس الشيء الاوتو ستارت ستوب، ونفس الشيء التكييف. واحد يقول لك انا شو الحين ردت طفت سيارة بروحها عشان توفر بنزين، يا اخي انا مثلا هذا الستارت ستوب ابي اطفيه المكيف، انا هذا الزر وانا قاعد اسوق يعتبر صعب ان انت كل مره تيبه كذي رايت، فانت تسوي كذي تضغط على الاي سي تطفيه او تشغله، راح يطلع لك هني ملاحظه يعني لما اطفيه راح يطلع لي هني اي سي اوف. التراكشن كنترول ايضا راح يطلع لك 3 سيتنجز اكتيفيتد، اللي هو شغال تبي سبورت او تبي مطفئ بالكامل. فبالنسبه لكل الناس اللي كانوا يقولون ان الزر مو موجود هني، صحيح مو موجود هني، ولكن في عندك شورت كاتس نفس اللي موجوده في الهواتف او الايبادز او الاشياء هذه. من الخلف ما في اي تغيير يمكن كبير عن الجيل السابق في المساحه، ولكن في بعض الاشياء الجميله. انا هالحين كرسي مرتبه على قعدتي، طبعا الكرسي التحكم فيه بشكل يدوي على طراز اللي معاي، يمكن على طرازات الفول اوبشن يصير فيه تحكم كهربائي. في عندنا هني جيبين، هذا واحد وهذا واحد، تبي تخلي فيه تلفونك بوكك الاشياء هذه، غير مساحه التخزين اللي موجوده هني، غير مساحه التخزين اللي موجوده في الباب. هذه مو مساحه تخزين لان هذه مفتوحه من هني. عندنا تحكم في التكييف موجود في الاسفل، يقدرون يتحكمون ب يعني خلينا نقول زون منفصل. بعدين في عندنا فتحات يو اس بي تايب سي، صار عندنا اربع منافذ تايب سي. ولكن لاحظ معي الكرهات ما زالت موجوده، المقعد نفسه عميق، فانت هذه المساحه اللي عندي لان انا ظهري داش داخل، لان مثل ما تلاحظون في عمق ونوعا ما يعطي احساس رياضي. وفي عندنا هني مسند ذراعين مع كاب هولدر. وايضا الهوت هاتش، اسمها هوت هاتش لان هي هاتش باك، فهذا يعتبر باب. فاذا قلنا سياره اربع ابواب هذا يعتبر الخامس. وطريقه فتح الباب الشهيره عن طريق اللوجو، يا سلام. مساحه التخزين تعتبر 380 لتر، وهذا مثل ما تلاحظون هني ممكن ان انت تخلي هذا ليفلز، فانت تختار شنو الارتفاع اللي انت تبيه. بعدين عندنا مساحات تخزين صغيره موجوده هني، مثل ما تلاحظون ممكن تحط فيها اشياء صغيره علشان ما تتحرك. الكراسي اللي في الخلف ممكن تركب عليهم الايزوفكس لكراسي الاطفال. وعندنا هذه اللاتش او المنطقه هذه ممكن ان انت تفتحها، فاذا كان عندك مثلا ايتمز طويله، معدات سكيينج، شاري اثاث ولا شيء كذي، تقدر ان انت يبتدي من هني مؤخره سياره وينتقل الى الامام، وشخصين يقدرون يقعدون في الخلف من غير ما يضايقون من الاغراض، غير المساحه اللي موجوده هني ممكن تغطي على اغراضك وتظلل عليهم خصوصا في الصيف، ولكن التسكير بشكل يدوي. محرك الجي تي اي، اول شيء خلونا نحط المود الحين على الايكو اللي هو خلينا نقول النمط العادي. سيارة راح تصير مرتاحه كذي مريحه، الامور تمام، ولكن المحرك واحد. محرك لو تدوس الحين تحت الدوسه راح يعطيك الباور كله، ولكن شفنا الاستجابه كانت نوعا ما بطيئه لان السياره حاليا على الكومفورت. محرك السياره هو نفس المحرك بالضبط من الجيل السابق اللي هو 2.0 لتر، ولكن صار يولد حاليا على الجيل هذا 245 حصان و 370 نيوتن متر من عزم الدوران. ارقام تعتبر ممتازه بالنسبه للتطوير حق محرك صغير يعني 2 لتر. زين شنو يصير لو حطينا السياره على النمط الرياضي مره واحده؟ المفروض انه يتغير الصوت، ولكن ما انتم الحين سمعتوا الصوت اللي توه، تراكشن اشتغل، الصوت تغير ولكن مو بشكل كبير. سيارة ما شاء الله سريعة جدا، وبما ان ناقل الحركة سبع سرعات الديول كلتش غياره سريع جدا. عندي بادل شيفترز مثل ما قلنا ورا السكان، فانا اقدر ان انا اتحكم بالجير اللي ابيه عن طريق البادل شيفترز هذول، واتحكم بالسيارة. واحد من الشكاوي او الشكاوى بالفصحى حق الناس اللي كانت تسوق الجي تي اي سابقا، ان الجي تي اي بما انها دفع امامي فراح يكون فيها اندر ستير، ولكن تم تحسين هذا الجيل بشكل عملاق. ليش؟ اول شيء انا غيرت حطيت العداد هذا، صراحه انا احبه. سياره في عندنا شيء اسمه الكترونيك ديفرنشال لوك سيستم، اسمه EDL. EDL اللي يسويه ان انت لما تكون مثلا في ظروف قياده يعني خلينا نقول رياضيه، الحين انا مثلا بدخل هذا الكورنر راح الف،
فراح يصير في تاير عليه قرب الوزن رايح الجهه هذه لان انا لاف ناحيه اليسار فالوزن يروح ناحيه اليمين، فلما هي تسارع يشوف وين التاير اللي عنده اقصى قرب والديفرنشال اللي يوزع له اياه بشكل الكتروني دقيق جدا فيعطيك افضل تماسك ممكن لهذا المنعطف، لان سياره فيها سيستم يحسب لك هذه الاشياء كلها. في عندنا شيء اسمه اكتيف شاسي كنترول، هذا سيستم ذكي جدا ياخذ من الاربع زوايا من المعاونات 200 قراءه في الثانيه الواحده، فمجموعهم راح يصير 800 قراءه في الثانيه الواحده علشان يعطي السياره افضل بالانس للشاصي ممكن ان انت تحصله، سواء في البريك سواء في المنعطف سواء في اليوتيرن سواء في اي كان، خصوصا حق الناس اللي تحب تسوق سيارات هذه الهوت هاتشز في ظروف يعني ما بقول لك قاسيه ولكن خلونا نسميها ظروف ممتعه، لان هذه واحده من امتع سيارات الهوت هاتش في التاريخ وعندها سي في خيالي وعندها شعبيه لا تضاهى في متعه القياده. ايضا عندنا ما يسمى بالفيكل دايناميك مانجمنت، شنو هذا؟ هذا العقل المدبر لكل العمليات اللي قاعده تصير ما بين المحرك ما بين الجير ما بين السسبنشن ما بين الشاصي وما بين البريكس وما بين الجير وسرعه الجير ونمط القياده اللي انت قاعد تسوق عليه، فهذا الفيكل دايناميك مانجمنت راح يعطيك افضل شيء للموقف اللي انت فيه. يعني الحين مثلا داش هني طالع من المنعطف يشوف وين التاير اللي فيه تراكشن يعطيه باور ويبدل بالوقت الصح ويسوي كل شيء عنك وانت مو لازم تفكر بولا شيء، هذا كله لاضافه متعه للقياده. في دبليو حريصين عليها لان هذه السياره تعني لهم الكثير ولها شعبيه خياليه، والسياره اليوم قريبا عمرها راح يصير 50 سنه من الجولف الجي تي اي. اذا سياره ممتعه، يمكن السياره اللي معاي بالاوبشن اللي فيها سعرها تقريبا 11-12 ألف دينار، تقدر تصعد بالاوبشنز مثل ما قلنا في عندنا بعض الاشياء اللي موجوده في سياره الفئه الاعلى، الكشافات مالت الضباب الاماميه، ممكن يكون في عندك تدفئه وتبريد او تهويه في المقاعد الاماميه، الشاشه الاكبر اللي هني راح تكون اكبر من هذا قياس 12.3 انش، راح يكون في عندنا الاضاءه الداخليه، الابل كار بلاي انا ادري انه شغال بالكيبل ولكن على الشاشه الثانيه متاكد انه يشتغل وايرلس، هني صراحه ما جربت يشتغل ولا لا ولكن هني شغال واموره تمام. الرنجات اللي موجوده قياس 19، فتحه سقف مو بانوراميك ولكن تتناسب مع حجم السياره، فممكن يصل حجم او سعر السياره الفول اوبشن الى 14 ألف دينار. جميله جدا وممتعه بالقياده، واللي يقول لك سيارات دفع امامي مو ممتعه لان فيها اندرستير، في اندرستير ولكن عالجوا يمكن 70% من الاندرستير اللي كان موجود في الجيل السابق. بالنهايه محمد ديش كله تسوق هني لان هذا شارع فاضي ومكان مقطوع واقدر اسوق سياره رياضيه استمتع فيها واوريكم شنو يصير لو ان احنا وي بوشت تو ذا ليميت، او يعني خلينا نقول اعطيناها الاداء الاقصى مالها من غير ما ان احنا نضايق احد او نسبب خطر، وبنفس الوقت هي تعطيك نوعا ما ايحاء الحلبه. تبي تسوق سواقه عاديه تحطه على الكومفورت وتروح الدوام، تبي تبرمج الانديفيديوال والله مثلا تبي صوت السبورت بس مثلا تبي الشاصي يكون ايكو كومفورت، الاشياء هذه تقدر تتحكم فيها من هني والامور كلها ممتازه وسلسه وسهله الوصول في العدادات او الشاشات او الاشياء اللي لها علاقه في التحكم بالمركبه. بالختام شكر خاص لشركه بهبهاني وكلاء فولكس فاجن بالكويت من زمان على انهم شاركوا معنا في هذا الموسم من برنامج قبل الفطور، مشكورين بهبهاني وانتم ايضا مشكورين على المتابعه وعلى الدعم، نشوفكم على خير في حلقات جديده وسيارات جديده وممتعه فما الله. فولكس يقولون ان تسارع السياره هذه من 0 ل 100 5.9 سكندز، انا ما راح اسوي اللونش كنترول لان هذا اللي ممكن يعطينا الرقم، لان انا على شارع نوعا ما نازل فانا حاسس اني قاعد اغش، فراح اسويه